وماذا حدث يا مولاتي بين لوط والملك؟ أعطاه الملك موثقا وأمانا أن يعيش آمانا في دعوته، لا يمسه أحد بسوء. يا له من رجل عنيد، هذا الزوج الذي لا تقف أمامه الدنيا في دعوته لدينه ودين عمه إبراهيم. لوط الذي قهرني وبدل دين الناس، لوط الذي يدعو للفضيلة والإيمان ليعكر صفو الناس. كيف نخطط العبادة أي شيء يلهي الناس عن إبراهيم ودعوة الحق التي جاء بها؟ كيف نهيج الناس عليه ونثقل عليه الشر؟ لابد أن نصرف الناس عنه ونشجعهم على المعاصي. نعم، لابد أن ينغمس الناس في الخمر والميسر وعبادة الأوثان والشهوات والملذات. أنا سأقوم بأمر إلهاء الناس عنه وسأسلط الناس على عصيان إبراهيم. أما أنا فسأفسد عقول الناس وسأزين لهم المعاصي. تحركوا في كل اتجاه، لا أريد أن يعبد الله في أي بقعة من بقاع الأرض. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدي إلياجور واصرف قلبه لتوحيدك، اللهم اهدي ابن نماش واصرف قلبه لدعوة إبراهيم، اللهم انصر إبراهيم وانصر لوطا، اللهم ارزق إبراهيم الذرية الصالحة المباركة يا رب. مالي، ذهبي، فضتي، كنوزي، كل هذا فداء لديني، فداء لآلهتي. سأنفق كل هذا لمحاربة إبراهيم. ارجعي يا ميتاليز، فقد ذاع خبر إيمانك بإبراهيم في كل مكان. تجهز لي السياطة يا إلياجور؟ أتضرب ميتاليز؟ حب عمرك وأم أبنائك وشريكة كفاحك في الحياة الدنيا؟ نعم أضربك، بل وأقتلك إن لم ترجعي عن هذا الهراء. والله لا أعود عن دين إبراهيم. واحذر يا إلياجور، احذر أن ينزع الله البركة من رزقك فتصير فقيرا تسأل الناس. البركة؟ ما هذه الكلمات التي أنتم بها تتكلمون؟ من الآن ليس هناك أي لغة غير لغة الصيام. حاول لوط هداية قومه لكنهم أبوا، فقوم سدوم مصرون على الهلاك بالمعاصي والذنوب، وكان دعاء إبراهيم له: اللهم نجي لوطا وأهله مما يعملون. حتى وقع قوم سدوم في مأزق كبير فاستعانوا بلوط.
لماذا بعث الملك بارع ملك سدوم لزوجك يا سيدتي؟ كل الملوك قد تجمعوا عند بارع ملك سدوم، لا أدري لماذا. أتحبين لوطا يا سيدتي؟ بل أحب آلهتي وحياتي ولذتي ومتعتي. أما لوط فهو بعيد كل البعد عني، فليذهب حيث شاء وليفعل ما شاء. يا لوط، لقد اجتمع الملوك معك لنستعين بك في أمر كبير. ولوط لا يرى في الحياة أي حدث كبير غير دعوته لتوحيد الله تعالى. الآشوريون قد بغوا علينا وجمعوا منا الضرائب الباهظة، فهل أنت عون لنا في حربنا ضدهم؟ يرد لوط بأنه يقف مع الحق أينما كان وحينما كان. هذا هو عهدنا بك يا لوط، لا تعين ظالما ولا تترك مظلوما ولا تخشى أحدا في الحق. فهيا هيا يا قوم سدوم، سنحارب الأشوريين ومعنا الملوك والجيوش، هيا لنهزمهم شر هزيمة.